لندن is not safe أو لندن ليست آمنة. هاشتاغ تحذير وغضب أطلقه المغردون الإماراتيون بعد وقوع عملية سطو جديدة تعرضت لها أسرة إماراتية أول أمس بلندن في حادثة تعتبر الثانية من نوعها خلال أسبوعين، ما دفع المغردين إلى مطالبة الجهات البريطانية المختصة بتوفير الحماية لمواطني الدولة هناك، مؤكدين أن أمن أسرهم هو مسؤولية بريطانية، خاصة بعد تكرار مثل تلك الحوادث. نشط الهاشتاغ بشكل كبير خلال الساعات الماضية وكان بين الأكثر تفاعلا. لا أدري لماذا يصر البعض على زيارة لندن في حين أن الإمارات هي أفضل مكان للعيش. وفي السعودية ردود أفعال إيجابية على الأغلب عقب قرار هيئة الاتصالات بفرض نصف مليون ريال والسجن كعقوبة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية. السجن والعقوبة ليتأدب أصحاب الأقنعة والأسماء المستعارة والحاقدين والفارغين والمنتحلين كذباً وإساءة، إلا أن البعض عبروا بطرافة عن ضخامة الغرامة المالية. كل العقوبات صارت بفلوس يا ربي، وبعدين وش ذنب الأهل يدفعون على عيال مستهترين؟ أفضل شيء السجن. وأخيراً، كيف علق المغردون على دراسة تفيد بأن الضحك أفضل وسيلة لتحسين الذاكرة؟ اضحكوا، الاختبارات اقتربت. ليت الناس تقدر أصحاب الضحك، كل ما ضحكنا قالوا الله يشفيك، الله يشفيكم أنتم. لذلك أغلبنا زهايمر وما زلنا شباب.